فأنزل الله هذه الآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا يجوز للعبد أنه يتوقف ويقول: لا، أنا إنسان مقدر أني بصير بالجنة أنا بالجنة، وإنسان مقدر أنه في النار يصير في النار. ما يجوز هذا، لا يجوز. ما يطرد هذا في أفعاله؟ لو هل يجلس الإنسان ويترك طلب الطعام والشراب ويقول: إنسان الله مقدر لي الطعام بيجين وأنا جالس، والشراب بيجين وأنا جالس؟ ما يقول هذا. يقوم يدور، إلى جاع يقوم يدور، إلى عطش يقوم يدور الماء. وراه ما يقول: إنسان الله مقدر لي شراب وطعام بيجين، ولا حاجة أن يقوم، لأن فطرته كذا، فطرته تقتضي أنه يتحرك ويبحث. لو أن إنساناً جاء وضربه أو قتل ابنه، هل يسكت ويقول هذا قضاء وقدر، ولا يطلب الانتقام؟ يطلب الانتقام، وراه ما يقول هذا قضاء وقدر، ولا يؤاخذ القاتل أو الضارب، وراه يطالب بالانتقام. هذا دليل على أن الأشياء لأسباب، وأن العبد مطلوب منه فعل الأسباب، وأن ولا يبقى بدون فعل الأسباب. الله ربط المسببات بالأسباب. يا أخي، الطيور والحيوانات ما تراها الرأي، هذا تروح، أصبحت راحت دور الرزق، ما تقعد في أوكارها وتقول يجينا الرزق وأنا في وكري. وهي طيور وهي حيوانات تروح تبحث عن الرزق، لأن الله فطرها على هذا، أنه ما يحصل لها شيء إلا بعمل وحركة وبحث. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء. هذه مقولة خاسرة وكاذبة. والمسلم مطلوب منه العمل الصالح، وإذا أذنب مطلوب منه التوبة، وعندها الإمكانية في هذا، يقدر يفعل ويقدر يترك، هو بنفسه يقدر. نعم. فلو ترك العمل عجزا لم يؤاخذه الله، لكن إذا تركه كسلا فهو يؤاخذ على هذا، لأنه يعني مفرط. فيه فرق بين الكسل وبين العجز. العجز لا يؤاخذه الله إذا عجز، لكن إذا كسل فهذا يؤاخذ، لأنه هو اللي فرط. فالفطر، فطر العباد تقتضي هذا، مع دلالة الكتاب والسنة على هذا. نعم.